بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا الوقت بالذات انتهيت الآن من تدقيق كتاب صيانة القرآن من التحريف، وهو كتاب السيد الحيدري. طبعا هذا الكتاب فاق جميع الكتب الأربعة التي سبقته من كونه كارثة حقيقية. لعله في كتاب التوبة قلنا بأنه نريد من أي شخص من أتباع الحيدري أن يأتي لنا بخمسة صفحات، ثلاث صفحات كتبها الحيدري من الكتاب. الآن نريد صفحة واحدة. الحيدري في كتاب صيانة القرآن من التحريف، نتحدى كل إنسان يدافع عن الحيدري، لم يكتب صفحة واحدة من الكتاب الذي هو تقريبا 130 صفحة مع فهرس الموضوعات، 128 والفهارس صفحتين، إذا جمعنا معها فهارس المصادر اللي يقولون موجودة بالطبعة الثانية تكون أكثر من 130 صفحة. صفحة واحدة، نتحدى أي شخص يدافع عن الحيدري، صفحة واحدة من كتاب صيانة القرآن من التحريف كتبها الحيدري، فكرة واحدة ناقشها الحيدري، ناقشها، رد عليها، فندها، حللها، رأي خاص للحيدري في هذا الكتاب، رأي خاص يعني خاص للحيدري مو ناقلة من هذا الكتاب. لا يستحق الحيدري أن يكتب اسمه عليه. يستطيع أي إنسان يرفع اسم الحيدري ويضع اسمه عليه وينشره، ولا توجد أي مسؤولية قانونية عليه، ولكن خلي خرج هذه التخريجات التي فعلناها حتى يعيد حق العلماء الذين سرقهم الحيدري وسرق أفكارهم وسرق كلماتهم وينشره ويضع اسمه عليه من دون أدنى خوف، لأن الحيدري لا علاقة له بهذا الكتاب إلا أنه وضع اسمه عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.